تمتد حلقات برنامج شاعر الراية ويزداد تعلقنا بالبرنامج والمشاركين، ولكن هذه المرة المتأهل ليس بقرار الجمهور بل بقرار لجنة التحكيم من بين 6 شعراء راي. اشتدت المنافسة، ولكن العلامة الفارقة هي نسبة 73.3% من 75%، وكانت من نصيب الشاعر عبد العزيز الديحاني من دولة الكويت، والذي استطاع حجز مقعده بجدارة في سباق الراية. قول يلا بسم الله. ألف مبروك الفائز الليلة بنسبة 73.3% الشاعر من 75 طبعا، أنا أشوقكم زيادة، الشاعر عبد العزيز الديحاني.